دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه، طبعا متصبح على حضرتك. وقبل ما نبدا عندي سؤال، ما اعرفش فيه علاقه ولا لا، بس انا يعني انا من الناس، انا بعبر عن الناس اللي في الحر بيبقى عندي كسل، يعني ببقى انا مش انا. هل ده حاجه بتكون في الجو؟ هل دي علاقه بالرطوبه؟ يعني الطاقه بتقل مع الارتفاع في درجات الحراره. دكتور محمود انا بتكلم بجد والله مش بهزر، يعني انا اشعر في الايام او الاسبوع ده انا مش في طاقتي الطبيعيه، مش عارفه. صباح الفل على حضرتك من الاوان دكتور كريم، صباح الفل عليكم. صباح الفل يا فندم. هو طبعا ده سؤال يعني طبي شويه الى حد انا حسيت وانا بساله برضه. الدكاتره ممكن يجاوبوا لنا على الموضوع ده، بس هي انا بشوفها بتبقى متفاوته شويه من يعني حسب، يعني الناس اللي بتحب الشتاء بيبقى عندها نشاط في الشتاء، الناس اللي ما بتحبش الشتاء بتبقى كسلانه وبردانه ومش عايزه تروح من مكانها. صح. فالموضوع بيعتقد بيختلف. ممكن. انما بالنسبه لينا احنا ودرجات الحراره بتاعتنا نرجع لموضوعنا بقى، خرجنا بره الموضوع. ايوه فاحنا يعني موضوعنا بيقول ان الاجواء يعني الحمد لله رجعت تاني الطقس الطبيعي بقى في هذا التوقيت من العام. شفنا الموجه شديده الحراره اللي رفعت درجه الحراره الايام اللي فاتت ل 38 و39 درجه في الظل على القاهره. لكن من امبارح بالليل حسينا كده بنسمات من الاعتدال في درجات الحراره. والله ما كانش في اي نسمات، والله ما في نسمات يا دكتور. لا بالليل الجو اختلف شويه، كان في نشاط رياح. انت حسيت بالنسمات؟ درجه الحراره شيء منها. درجه حراره الصور النهارده بالفعل كانت اقل من امبارح الصبح حوالي 3 درجات. النهارده سجلت 21 صغرى امبارح مع ارتفاع درجه الحراره، يعني امبارح اللي هو ايه؟ مش امبارح بالليل. لا اول امبارح بالليل. اللي هي تعتبر الصغرى اللي بتتسجل الصبح. يعني الحراره المرتفعه اللي كنا عليها اليومين اللي فاتوا دي كانت مجرد موجه، طيب اقرب موجه مشابهه اقرب موجه جايه علينا برضو بحرارتها الحارقه هتكون امتى ان شاء الله؟ او ممكن برضو مع نهايه الاسبوع الجاي باذن الله نستسع الموجه برضو شديده الحراره. لكن خلينا في الاول في الاعتدال الكريم يا عم. مش عارفه بيشبه الاحداث ليه والله، بيقفلنا بالاسبوع. ناخد فكره، ناخد فكره. طب انا عايزه اروح للويكند عشان الناس اللي عايزه يعني القاهره هيبقى افضل شويه، حضرتك بتقول لنا الاسكندريه مثلا بفكر اطلع يوم بصراحه يبقى جوها عامل ازاي، الناس اللي عايزه تسافر الساحل، عايزه تسافر الجونه برضو نعرف من حضرتك. هي دي طبعا الفتره المثاليه للاستمتاع بشواطئ البحر المتوسط او البحر الاحمر، لان الاجواء لسه نسب الرطوبه ما ارتفعتش في هذه المناطق الساحليه بشكل كبير. فانخفاض درجة الحرارة هناك ل 29 درجة و30 درجة خلال فترات النهار وإلى 19 و20 في فترات الليل، ده بيخلي الجو هناك ممتع جدا طبعا. طبعا. فالأجواء فعلا خلال هذه الأيام مع الويك إند مستقرة بشكل كبير، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، والاعتدال ده مستمر معانا وممتد لغاية القاهرة وشمال الصعيد كمان. هايل هايل جدا. الحمد لله حتى بداية الأسبوع القادم الأجواء هتكون إن شاء الله حول المعدلات وأجواء طبيعية تصل فيها درجة الحرارة ما بين 34 و35 خلال فترات النهار على القاهرة والوجه البحري، وفترات الليل ما بين 21 و22 درجة. طب ده شيء رائع على كل حال. هنكلم حضرتك اكيد زي ما احنا متعودين برضو الحد الجاي وبدايه الاسبوع هنكون مع الدكتور محمود. هاف ا نايس ويكند زي ما شكرا.